4 ملايين وربع عاطل عن العمل. من 2003 ولحد هذا اليوم أصبح المواطن في حيرة من أمره، أصبح في يأس، أصبح يسير في نفق مظلم للأسف الشديد. هذه النهاية من أغلقها؟ أغلقها سياسيين الفشل القابعين في الخضراء، وأقول لهم أنتم حكومة فشل، والله أنتم حكومة فشل، ما بيكم أصلا زين. أنتم فرعون العصر بكتونا باسم الدين، منكم تبرع علي، منكم تبرع حسين، وتبرى منهم محمد، وتبرى منهم الله، وتبرى منهم الكون كله. نعلة الله عليكم يوم جئتم ويوم تذهبون، وإن شاء الله إن شاء الله تذهبون في نهاية مخجلة، لأنه ما جلبتوا وجبتوا إلا الويل والدمار والعذاب لهذا الشعب. إذا دعتكم قدرتكم على ظلم الشعب هذا المسكين الذي انتخبكم على عروشكم المزالة لا محال، فتذكروا قدرة الله عليكم، لأن الله قادر أن يسحقكم، لأنهم أنتم خنتوا الأمانة وخنتوا الوطن.